عموم الاستنتاجات عن مسألة بناء الأمم استمدت من دراسة حالات خارج أوروبا، فلا توجد مركزية أوروبية، وإن وجدت معناتها النموذج اللي صار بألمانيا، طريقة البناء اللي صارت ألمانيا لازم هي تعتمد مثلا، أو اللي فرنسا، مو صحيح. كل بلد إلى وضع مختلف. آسيا عندها وضع مختلف عن أفريقيا، أفريقيا عن أمريكا اللاتينية، أمريكا اللاتينية عن جنوب أوروبا. بعدين داخل كل مجموعة أكو فروقات فردية. إحنا بالعلوم الاجتماعية أكو تعميمات، أوكي، وأكو إديوسينكراتيك يعني فردية، حالات فردية جزئية. في كل حالة فردية هناك شيء من العام، والعام هذا الشيء العام جزئيا موجود في الحالات الفردية. إحنا ندرس التماثل ننسى الاختلاف، ندرس الاختلاف ننسى التماثل، وبالتالي صارت نوع اتجاه نحو الخصوصية الثقافية. واللي أكثر الناس تمسكوا به هم القوميين العرب، نحن خصوصي نحن كذا. لا يقول لك ما هو العربي، يقول لك نحن لسنا مثلهم. طيب أنت مو مثلهم، قل لي أنت شنو. هذا بالفلسفة يمنعوك من تعريف الشيء بالنفي، لأن النفي ليس بالتعريف. مثال ذلك اللون، قل ليس أبيض، شنو ليس أبيض؟ لازم تقول له ليس أسود، ليس أخضر، ليس كل الطيف اللوني حتى توصل. فمن تقول أسود أنت نفيت كل الطيف اللوني. التحديد هو النفي، نفي باقي الصفات وليس العكس. هذه أوليات سوسيولوجيا المعرفة، أوليات المنطق، أن التعريف يلغي سائر، يعني ينفي سائر الصفات الأخرى. وإذا ما تريد تنفي سائر الصفات الأخرى تسوي جمل أخرى تسوي هذا الاستثناء، أو تشترط شيء لهذا التعريف، أنه بتوفر كذا وكذا وكذا يصير هذا كذا. زين، هذه معروفة. ذلك إحنا الميل إلى الخصوصية العربية زحف إلى فكرنا وانتهى إلى نتيجة بائسة. الياباني الصيني العربي كذا يحتاج ينتج الغذاء ماله، عنده عائلة يتزوج وينجب، لازم يعمل، عنده زراعة وعنده صناعة وعنده تجارة وعنده تبادل كذا، عنده دولة وعنده أحزاب وعنده جرائد وعنده شو، قل لي شنو جزء. إحنا نعبد الأجداد مالتنا وهم يعبد الأجداد، كانوا يضحكون على الصينيين إذا عبدون الأجداد، لا عاد إحنا شنعبد هم اللبن. يعني في شيء هذا 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 كلام. أنا أتقبل الاهتمام بالخصائص المحلية دون نسيان المشتركات. زين، المركزية الأوروبية انتهت في أوروبا بالمناسبة. ما عاد يعني من اللي يحكون بها الناس يضحكون عليهم، ما عاد لهم وجود حتى بالجامعات. بالخمسينات بالستينات إلى حد منتصف السبعينات نعم، ولكن انتهى. زين، ما عادت معركة قائمة يعني. يقولون ليش شلون احنا من الديمقراطيه على الغرار الاوروبي المدري شنو، ما احنا وين، والسويد وين، احنا وين ليش تروح للسويد، ما قدامك شو اسمه الهند يا اخي، الهند شنو الهند نسبه الاميه بها الان اعلى من العراق الان، وبلد نووي بها 17 لغه 130 مذهب، مو 32، 130، 140، 150 الدين الهندوسي مذاهب، في كل مدينة هو مذهب، في كل قرية هو مذهب، وعندهم السيخ وعندهم المسلمين وعندهم الشيعة وعندهم السنة. دباوع الأمة الديمقراطية الهندية مزدهرة. بس تقولوا لي شلون سكك الحديد اللي بنوها الإنجليز، نظام المحاكم اللي بنوها الإنجليز، واللغة الإنجليزية موحدتهم، ما عندهم اللغة القومية اللغة الإنجليزية، استعاروها من برا وحلوا مشكلة التواصل الرسمي والعلمي والثقافي وكذا. ومن إجا غاندي بيوم الاستقلال أو عشية الاستقلال، أول شيء أمر به إنشاء أكاديمية عليا للرياضيات العليا المجردة. نهره وجماعة قالوا له يا مركبة فضائية بأرياف الهند، فقر وجهل ما ألمت، بس يعرفون المن يختارون من يروحون للبلدية، ليش؟ عنده مصلحة. هذا يقول له أنا أسوي لك كذا، يقول له أنا أسوي لك، يروح ينتخب البراهما السيد المدري منه، ما له علاقة.
عنده معرفة بحياته. فقالوا له قالوا له هذا احنا بلد فلاحين ميتين من الجوع، شنو رياضيات عليهم؟ قالوا هاي تصنع الهند، تحافظ لكم على القطارات، تسوي تواصل بين الناس، تنمي الاقتصاد، تنمي الرفاه. تعرفون الان نصف مليون عالم هندي في الهند موجودين، اذا يوقفون عن العمل هاي الامبراطوريات مال ما شو اسمه ماكنتوش وماكروس كلها تنهار ثواني. شركات التأمين هم يديروها بال شو اسمه هاي البرامج السوفت وير اللي كل نص ساعة يطلع سوفت وير جديد هناك يصير. الخزان مال المعرفة الإلكترونية بالهند، قصدي يعني بلد من هالنوع بكل هالفقر بكل هالتخلف بالأرياف، المدن تحكم، العلم بعده قوي، وبلد موحد وبلد ديمقراطيته ماشي، لا بي انقلاب عسكري ولا بي شو اسمه، ورجال الدين قاعدين يعني مثل شو اسمه جماعه باليابان. انا رح زرت هذا معبد الماء الطاهر يسموه بتيوتو، لا يوجد فلس واحد يدفع لهذا المعبد بنفس القطع والاشجار وبنور، لم يدخل له عامل واحد منه، ويعتبرون العمل عبادة، وكل ما تطلع له بطابيط بإيده يعتبرها هاي وسام مقدس للعمل. بنوم معابد بيدهم، لا كخموس ولا كسدوس ولا سبع ولا عشو ولا وشو ما، ويزرعون الرز مالهم والخضرة والكذا ويأكلون، متجردين عن أي شيء مادي بالحياة.